وين نحن هون؟ في شارع النباتي. وين نحن هون؟ شارع النباتي بالباب. ايش الاوضاع؟ شو الاسواق الحركه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله بشغل الزحمه والحركه طبيعيه باذن الله تعالى، والحمد لله رجعت العالم كثير من البلاد برا، من البلاد المغتربين ورجع لبيوتهم وشغل عينك الاسواق ممتلئه، حتى هون يعني التعاون مع الشباب اللي ما عم بياخذوا الفيديوهات الخروج، والحمد لله رب العالمين كرامة مع الشباب. جهود الشباب اللي عم تشتغل الحمد لله ان شاء الله تكمل على احسن شغل. شو حركه البيع هون؟ تمام الحمد لله، جوكت على غلط الحمد لله يا شباب. عن محلات زحمة وحركة طيبة إن شاء الله. وين هاي نحن وين في النهاية؟ وين في النهاية مدينة الباب. مدينة حلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الحمد لله في مدينة الباب، والحمد لله الوضع جيد جدا، وهلأ عم نجهز لتجهيزات العيد، والحمد لله وضع الحلويات، وضع البلد ماكن من كويس من جيد لجيد جدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحركة ماكن كويسة، وإن شاء الله بالأعياد بتكون أحسن وأحسن. الحمد لله رب العالمين، الامور من احسن لاحسن، ان شاء الله حركه البلد ان شاء الله يعني من جيد لاجمل، والان يعني في مرحله تصاعديه، والناس اقبال على العيد يعني ترحب بنا، وهلا الناس تجهيز للعيد، والامور يعني من السماء اخذت وضع الطبيعي، يعني في مرحله تصاعديه ان شاء الله، امنا بالله عز وجل كبير، ان شاء الله رب العالمين. شو بتعرفون انا في شيء يعني لسه الان يعني ما كمل كامل الانتاج كامل بالنسبه للمعجنات، بالنسبه للامور مستلزمات العيد يعني نوعا ما لسه قسم من التجهيزات، ان شاء الله رب العالمين يعني بيعملوا اخر 3 أيام كل الامر على اجمل بيت واجمل من هيك ان شاء الله رب العالمين. Come on.